انا بس هسألك السؤال ده في الاخر الحقيقة، ازاي نتحسن؟ بس انا معايا برضو الدكتور طارق عرابي، اتفضل، احنا اسفين لقطع التليفون. دكتور طارق اتفضل. ايوه يا استاذ محمد، انا كنت بتكلم الاول بقول لك انا ضحكت جامد لما انت بتقول هو الجن مركز معانا ليه ومش مركز مع اوروبا ومع الناس بالظبط. انا بس في ثوابت في القران الكريم، وما جاء في القران هو الذي لا نختلف عليه. نعم. طبعا احنا عارفين انه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. اذا وطبعا قل اعوذ برب الفلق، يعني احنا ايه عارفين ثوابت في القران. نعم. خليني اطلع بقى لانه انا في الاخر المعجزات الحاجات اللي هي ممكن تحصل خليني ابعد عنها واتكلم بالمنطق بتاع الحياه وبتاع الناس وبتاع العلم والمعرفه. فقول لي سيادتك، يعني انا يمكن بالمناسبه ده يساوي ايضا ان انا في مجموعه اصدقاء اطباء، عارف ان انا اصلا دارس طب. نعم. واصدقائي دكاتره، يعني عاملين هاشتاج ظريف قوي اسمه لما الواقع يفرتك المنطق. لما الواقع يفرتك المنطق. يفرتك المنطق. فجاي فيها دكتور دكتور داخل على المريض في اوضه العمليات، فالمريض بيقول له حضرتك مين؟ قال له انا دكتور التخدير. قال له طب بالله عليك لما يجي دكتور البنج ما تقوليش ان انا واكل من ساعه. واقعة ولا نكتة دي؟ واقعة. لا لا دي حقيقة والله حصلت مع دكتور زميلنا. تمام تمام. اللي هو المريض ما يعرفش ان اللي هو بيقوله ده الحمد لله ان قاله الدكتور التخدير. لانه ده ممكن يموت. التخدير الفكرة هنا، بص تعالى اقول ان التعليم اولا خلل منظومة التعليم، عشان بس نبقى واضحين ونقول كلام دغري يعني. اتفضل. ونقص مصادر المعرفة. نعم. وغياب الغطاء العام للشخصية المتمثل في ضعف الثقافة الإنسانية والاجتماعية. ده كله لا يؤدي إلا إلى فوضى أخلاقية وثقافية ومعرفية لدى العام. وخلينا نتكلم بصراحة عشان ما اطولش، لأن ده موضوع عايز كلام كبير جدا. ممكن ليا كتاب نزل اسمه مواطن ثلاثي الأبعاد. ده صحيح. بتكلم عن ان لو احنا، حتى كنت بتكلم على موضوع الاعلاميين يا استاذ محمد. نعم. ان احنا قاعدين نهاجم الاعلاميين ونقول ده بيقول وده بيعمل وده كذا، لا احنا، طب ما احنا لو بنينا الانسان او المواطن بناء سليما ان يكون مواطنا ثلاثي الابعاد. يعني ايه ثلاثي الابعاد يا دكتور طارق؟ انا اقول لسيادتك الانسان عباره عن ايه غير ثلاث حاجات. اللي هو البعد الذهني. اللي هو المنتال المتمثل في العقل. البعد الوجداني او الروحاني المتمثل في الروح. اللي هي السبيرشوال. والبعد الجسماني اللي هو الفيزيكال. المتمثل في الهيكل والجسم والاعضاء الوظيفيه في جسم الانسان. طيب الحاجات دي محتاجه منذ الصغر لعنايه وحمايه. تمام. طب خلينا نخش في الموضوع. حضرتك شايف ان الحرايق اللي بتحصل في الشرقيه سببها انعدام الوعي او انعدام هذا المواطن ثلاثي الابعاد؟ انا هقول لسيادتك على حاجه، نمره واحد بس عشان الاستاذ الفاضل الاستاذ علاء مع حسنين. الاستاذ علاء اللي مع سيادتك ما يفهمش ان انا بهاجمه، لان انا ما بهاجمش حد اولا. نعم. اولا هو سال اسئله منطقيه اثناء ما انت بتطرح عليه اسئله، وقال لك بيقول لك ايه هو معقول انه الحريقه، يعني برضه بيتكلم بالمنطق، انا احب اللي يتكلم بالمنطق، بيقول لك هو الحريقه لما تحصل في الدولاب تحرق الملابس وتسيب الدولاب؟ سؤال منطقي على فكره، وسأل اسئله منطقيه كتير. نعم. انما انا بتكلم بقى في الحاجات الثانيه اللي هي ما خارج المنطق، انا ما يقبله عقلي اللي هو بيكون منطق. انا شايف انه اللي حاصل انه ممكن بنزودها شويه، يعني القران قايل حدود معينه. نعم. الناس نفسها، انا بتكلم على الناس. بسبب غياب التعليم او خلينا اقولها لك بصراحه الجهل. لانه احيانا في حد متعلم وخريج جامعه ويبقى جاهل ايضا. ما انا لسه هسالك، انا سالته وقال لي ده في ناس معاها مؤهلات عليا.
دي انا معلش انا معلش انا دكتور معلش معلش انا بعد اذنك بعد اذنك يا استاذ محمد بعد اذنك علشان والضيف من حقه يرد عليا زي ما هو عايز. اتفضل. لان زي ما انا قلت انا لا اهاجم احدا. نعم. انا بتكلم كلام منطقي وكلام صحيح. نعم. انا سيادتك ليا استاذ دكتور كبير طبيب وفي الخمسين، بكلمك على اعلى مستوى علمي واللي جاب من الاوائل في الثانويه العامه. في احدى المرات بيناظرني على الفيسبوك فبقول له يا صديقي العزيز، وهو دفعتي، فبقول له يا صديقي العزيز ربنا سبحانه وتعالى قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. نعم. فرد علي قال لي طيب يا سيدي ربنا قال لك ادعو الى سبيل ربك، ها يبقى احنا كيف نترك الناس لما يحبون او يشاؤون؟ خلي بالك من الجمله يا استاذ محمد. قمت رديت عليه وقلت له الله، طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فانت عايز تنتزع حق ربنا في المشيئه وانت تقول ازاي نسيبهم؟ طيب اخر سؤال دكتور طارق عشان الوقت، كيف يمكن ان نحد من ظاهره الاستقطاب تجاه مناخ الجن والعفاريت؟ ازاي منظومه التعليم اتساع دوائر الناس معاها مؤهلات عليا ومعاها شرع القانون دور اكثر فاعليه يعني. الثقافه او القطاع الثقافي في مصر لا شيء اخر. طيب هل هناك تفرقه في عجاله برضو ما بين الدجل والشعوذه وما بين ما يسمى بالجن والمس والى اخره؟ طبعا طبعا لا طبعا يعني مثلا الجزء الاولاني اللي كان مع سيادتك في الحلقه اللي هو الاستاذ اللي اسمه يونس او ما اعرفش اسمه مونس مونس يونس مونس يونس يعني يعني انا يعني ما رايته وعشان كده بقول لك كتر خيرك انك استحملت يعني ما رايته يعني بيقول لك انا المهدي المنتظر ده انا لو كابتن دايركتور او مخرج او بوزع ادوار هديله دور المسيخ الدجال اللي هو بيعمله. طيب ما هو انت عارف ان ده له مريديه يا استاذ محمد، هذا الرجل له مريديه صحيح. مئات الالاف على الفيسبوك. شكرا صحيح. يا دكتور طارق.